ارفع معلم. وحش. خلصنا احنا الدجاج بقى الشبك. طريقة عمل الدجاج التركي. فتح الصدر. طق المفاصل. سمين. حلويات. خلق الجناح. هي الطريقة الصح. تعلم. تعلم ابو مرس مربع. طلع ما شاء الله. وكل دجاجة الى سكينة. وكل طريقة الى سكينة. وكل شيخ له طريقة. عين عليه. المفاصل. عارف وين المفصل بيحط ايده عليه. والله انك معلم. طبعا فن هذا اسمه فن. سلام عليك. الطريقة الصح بالدجاج التركي وتقطيعه بحيث الألياف تكون متقطعة بطريقة صح. روح يا معلم روح. يا سلام عليك يا معلم. ما شاء الله اللهم صل على النبي. فنان فنان. مش راح نكمل الدجاجة. استودعكم الله.